طيب طبعا احنا هنحاول نعرض الفيلم كامل في الفصل ان شاء الله، لانه مهم الحقيقه. والفيلم فيه نماذج، والفيلم ده تحيه للواء عرفان رئيس الرقابه الاداريه، لانه فرسان الرقابه الاداريه هم اللي عملوا الفيلم، وهم اللي جريوا علشان يشوفوا الثغرات اللي ورا الفساد اللي في المستشفيات، وهم اللي جريوا ورا موضوع الحالات الحرجه، وهم اللي قدموا للرئيس تقرير الحالات الحرجه عشان يصدر قرار بعلاج الحالات الحرجه والغاء قائمه الانتظار. وده بيحصل لاول مره في مصر. احنا كان عندنا كارثه سودة في موضوع الطب، ولسه كارثه مستمره بنحاول نعالجها مش بنتفرج عليها. ودي حقيقه احد اهم مميزات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو يعني خلى اهم جهاز رقابي راجع الخدمه اللي بتتقدم للمواطن، راجع التموين بيحصل فيه ايه، راجع الصحه بيحصل فيها ايه، راجع المواطن المصري ايه اللي بيعاني منه. ودي خطوره او اهميه وضروره وحتميه الحقيقه جهاز الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه دلوقتي ما عادتش لا بتحارب الفساد وفي نفس الوقت بتعالج، هو ده المهم. وهذا جهاز من اعظم الاجهزه الموجوده حاليا. تحيه لكل رجال الرقابه الاداريه بصراحه، الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه والاجهزه اللي بتراقب الخدمه اللي بتتقدم للمواطن، لانه دي امن قومي. ما هو لاحظ ايه؟ في ناس قرفانه ومخنوقه، طيب نعمل ايه علشان نقلل الغضب